سمرات أم فيق. شو في؟ ليك سمرات، أنا هلأ جاي على بالي أكل مانجا. شو جاب المانجا على بالك هلأ؟ خليها للصبح، بدي نام. هالشي مو بإيدي وممكن إنه يصير بأي وقت. على كل حال مو أنا اللي بدي هيك، هذا ابنك يا سمرات. لهيك أنا ما عم بقدر نام أبدا، لأنه هو هلأ فايق. رجان قوم جيب لي شوية مانجا، بديها هلأ هلأ. طيب قولي لي أورمي، أنا هلأ وين بدي لاقي لك مانجا بهالوقت؟ برا بالحديقة في شجرة كبيرة جنب الحيط، رح تشوف مانجا كتير طيبة هني. حاسس حالي رح صير ناطور مو أب. بدك مانجا بنص الليل؟ رجاء نروح. يلا خلاص رايح. كيف بدي وصل لقطف المانجا؟